بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، مستمعينا الكرام في كل مكان، يسرني ويسعدني كل السعاده ان اشارك في هذا المهرجان، مهرجان اللبس باماره ام القوين. قبل قليل مشاهدينا الاعزاء اعلنت انطلاقه الشوط الحادي عشر في مجموعه الاشواط في سباق هذا اليوم للفائز الاول في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، سيارة في هذا الشوط ومقدمة هذه السيارة مشاهدينا الأعزاء من السيد محمد بن سالم بن مردد. يا سلام، من سعادة محمد بن سالم بن مردد، مشكور يا أبو جاسم نسير في هذا الشوط. نبحر بكم إلى مقدمة الشوط في طريقنا، كنقترب من مقدمة الشوط وناخذ المركز الأول ونستفتح إذاعتنا مشاهدينا الأعزاء. لا زلنا في طريقنا، كنقترب من مقدمة هذا الشوط، شوط الحقائق، هو الشوط الحادي عشر، ناخذ المركز الأول ونستفتح إذاعتنا. جميلة اللي محتل المركز الأول، ولكن دخول بشعار علي بن سالم وظهيره العامري وشعار السيد فرحان بن مصلح الأحبابي اللي قادم في هذه اللحظات على ظهر اللي احتلت المركز الأول الشاهينية. ننتقل بالمركز الثاني، وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الكروب اللي وصلت للسيد علي بن سالم وظهيره العامري. ننتقل بالمركز الثالث، في ثالث المراكز وصلت بياس مشاهدي الكرام للسيد هزاع بقريس السريدي، نقلة إلى المركز الرابع، رابع المراكز وصلت في هذه اللحظات الشاهينية للسيد نادر بن سالم الأعفاري. ننتقل بالمركز الخامس، خامس المراكز وصلت الظبي في هذه اللحظات للسيد خليفة بن عنتر اللي انتزعت المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، انطلقت الشاهينية للسيد فرحان بن علي بن مصلح الأحبابي، ولكن تسللت في هذه اللحظات اللي قادمة للسيد علي بن سالم بظهيرة العامري. تسللها تسلل ملموس، انتزعت المركز الثاني. اعتقد مكتوب عندنا رقم 19 هذه اللي هي مشاهدي الكرام الهد للسيد سالم بالعث بالخزع العامري. يا سلام، خذت المركز الثاني، وصلت في هذه اللحظات اللي هي الهد مشاهدي الحزاء. ننتقل بالمركز الثالث، ودوب على المركز الثالث الظبي قادم للسيد خليفة بن عنتر، خذت المركز الثالث في هذه اللحظات. ننتقل بالمركز الرابع، شوف اللي واصله على المركز الرابع، وصلت جميلة مشاهدي الكرام للسيد سلطان بن خلف بن خادم الرميثي، خذت المركز الرابع والمركز الخامس مشاهدي الكرام مياسر السيد هزاع بن خميس السليدي. ولكن نعود مع الهدة، الله 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 يا الهدة، انطلقت الهدة والهدة من هدة مشاهدينا الكرام. جميلة اللي خذت مقدمة هذا الشوط اللي هي مشاهدينا الكرام السيد علي بن سالم وظفيره العامري، اسمها النعيمية. هذه النعيمية انطلقت في المركز الأول، سيطرت على المركز الأول. يا سلام يا علي، يا بن سالم، يا أبو ظفيرة، يا العامري، أهالي الهيرة طالبونك بسلام، ولكن الدخول اللي واصله بقوة، وصلت جميلة يا شاهدي الكرام للسيد سلطان بن خلف بن خادم الرميثي، خذت المركز الثاني. والتحدي بين الرميثي وبين أبو ظفيرة العامري، ولكن لا زالت المركز الأول اللي هي النعيمية. يا سلام يا نعيمية في اللحظات الأخيرة، وجميلة ونعيمية، جميلة ونعيمية في اللحظات الأخيرة، والسيارة والزعفران قادر إلى النعيمية. تهانينا والناموس في اللحظات الأخيرة مشاهدي الكرام، تهانينا والناموس إلى السيد علي بن سالم الظهيرة، ثاني المراكز مشاهدي الكرام جميلة للسيد سلطان بن خلف الخادم الربيثي، تليان في المركز الثالث الشاهينية للسيد فرحان بن علي بن مصلح الأحبابي، رابع المراكز مشاهدينا الكرام للسيد بن عنتر الغفلي، للسيد خليفة بن سعيد بن عنتر القفلي، خذت المركز الرابع والمركز الخامس. حد شاف المركز الخامس مشاهدي الكرام عند اللجنة؟ نعود الآن بالتهنية والناموس إلى السيد علي بن سالم أبو ظفيرة العامري بمناسبة فوز النعيمية وانتزاح المركز الأول، تليها في المركز الثاني للسيد سلطان بن خلف الخادم الرميثي، قدمت عرض ممتاز بفارق راسل الشاهينية. تهانينا والناموس. وثالث المراكز الشاهينية مشاهدينا الكرام للسيد علي للسيد فرحان بن علي بن مصلح الأحبابي، تهانينا لجميع الفائزين في هذه اللحظات. نعود بالميكروفون إلى زميلنا والأستاذ السيد
يمع السيف الغفلي إليك المقرفون.